السادة المقاومون وأعضاء جيش التحرير، أثناء انتظار استقبال السيد عامل الإقليم والسيد المندوب السامي للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بذكرى 102 من ذكرى معركة الهري المجيدة، هؤلاء هم الناس اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحرية والانعتاق، من أجل عودة سلطان البلد إلى عرشه. هانئا لنا بهم، وهانئا لهم بوطنهم. فريد هنا، الوطنية بريس. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم خنفرة، حضرات السيدات والسادة الأفاضل الأماجد، خير ما نفتتح به المهرجان الخطابي المنظم تخليدا للذكرى الثانية بعد المئة لمعركة الهري الخالدة، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم المقرئ السيد الحاج صالح بوشامة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. على بي أشوف كل ما بعتوا ليش فقد يضرب فيكم شي واحد. يلا
جمعيه سودات لا غير البارح.